اليوم من دار خطي لعبد الله العنزي واستدعاء او تحويل موضوع سالم العثمان لاتحاد القدم. تم الاكتفاء من قبل الدكتور عبد الله البرقان في لجنه الاحتراف بانذار خطي للاعب. الموضوع حلاوته في وشه لما نتكلم على الدكتور عبد الله البرقان، انه مش بس رجل يطبق القوانين، رجل منجز. صحيح. يعني امس زي هالوقت بالضبط او بعده، يعني يمكن غرد تغريد الرجل قال الاوراق تحولت لي. اليوم المغرب قبل المغرب قال لك الموضوع خلص الموضوع عاد في صالح عبد الله ضد عبد الله. في رجال الصبح اخذ الاوراق خلصها، اخذ قرار، طبق اللوائح، طبق النظام وخلص السالفه. ما في شيء يقعد عند عبد الله البرقان، ما في شيء يبات على قولتهم اول باول. فهد، والله يا تركي شوف، اعتقد مو بأن الحالي اللي يعني اشاد وشكر وقدر يعني الاستاذ عبد الله البرقان، الدكتور عبد الله البرقان، اعتقد كل الوسط الرياضي يفتخر بكوادر مثل عبد الله، مثل الدكتور عبد الله. في اشياء كثيره يمكن يعني انت زي ما قلت هناك، انا يمكن نقطتين بتكلم عنها في هذا القرار بخص عبد الله، يعني اللي هو عبد الله البرقان، وبتكلم على الحارس. الحقيقه الاول سرعه القرار هذه يشكر عليها الدكتور عبد الله لاسباب كثيره. انت تعرف الوسط الرياضي لما تعلق قضيه تشغل النادي وتشغل الجماهير وتشغل الراي العام وتشغل حتى اللاعب، لكن في 24 ساعه ان تتخذ هذا مثل هذا القرار، اعتقد انه يدل على ان هناك انظمه من اراد ان يطبقها وقوانين موضوعه. يعني اللبس اللي اتمنى من كثير من الاعلام انه يثقف الشارع الرياضي في هذه القوانين وهذه اللوائح، لا ياخذنا الميول في لاعب معين او نادي معين او قضيه سابقه او قضيه حاليه او في المستقبل. انه انا مع الانضباط ومع الالتزام، لكن اذا عندك قوانين معينه انت، الناس قالوا لجنه الانضباط، بعدين هم معروف ان هذه تخص لجنه الاحتراف. يعني للاسف اذا كان عندنا هذا الاعلام وهذا الخبره واللي قاعدين، انا ما اقول البعض من الاعلاميين الله يهديهم يريدون على حسب الميول ان يثقفون الشارع الرياضي، وفي بعضهم يريد ان يثقف الوسط الرياضي بالانظمه والقوانين. على كل حال انا برجع لقضيتي اللي هو يعني عبد الله، واعتقد ان هذه حتى الجماهير، بعض الجماهير النصراويه، انا اعتقد ان هناك البعض من الجماهير النصراويه طلعوا صور لعبد الله البرقان في 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 مسابقه سابقه مع رئيس نادي الهلال ورفعت كاس واشياء اخرى، لكن اعتقد انهم الان ندموا، لان الرجل هذا رجل شريف يريد يخدم وطنه، يريد يخدم كل الانديه. واتمنى تقصد النصراويين اللي طلعوا صور للبرقان قالوا القضيه يعني عند الهلال، يعني هذا لأنه بيوقف اللاعب، لانه للاسف هذه مجاكره لبعض الاعلاميين اللي هرادوا انهم ياتونها بطرق اخرى بايقاف. هذه نقطه. نقطه عبد الله، انا ما تكلمت في نقطه عبد الله، انا يعني معروف اني مع الانضباط والالتزام، لكن في نفس الوقت هناك خطا على إدارة شؤون المنتخبات. أنت تعرف أنه يعني في السابق، ومحمد يمكن يعرف هذا الشيء، كان أول يا أخوي تركي والمشاهدين، يعني يصدر قرار من إدارة المنتخبات أنه على النادي الفلاني عندك 7 أو 8 لاعبين، هذولا احتمال نختارهم، فأرجو أنكم تعطونا جوازاتهم، تعطونا كذا، تعطونا هذا، وبعدين يمكن يأخذون 4 أو 3 والباقي ما يأخذ. فهذا يسبق، أنا أقول أن هناك خطأ أنك لم تعلن التشكيلة بعد نهاية جولة 23 الأخيرة أو 24 الأخيرة، أنك ما أصدرت التشكيلة، في تأخيرك في التشكيلة جعل هناك أندية لديها إجازات. فيعني أنا ما أقدر أقول لك أحمل أنه يعني لاعب يتأخر 3 ساعات ويحاول يبحث وعنده يعني مسببات لهذا التأخير. أنا ما قاعد أدافع على أنه لاعب نصراوي، لا، لكن هناك في بعض الأشياء إحنا كبرناها بميولنا بأهمية هذا اللاعب. يعني لولا ما أهمية كان يعني ما أخذ هذا الهيلمان الكبير. محمد، والله شوف لي، إذا في أنظمة ولوائح تطبق على الجميع فأهلا وسهلا، أما تطبق على لاعبين معينين ولاعبين معينين ما تطبق، أنا لا أتكلم عن الهلال والنصر ولا النصر والهلال. صحيح. أنا أتكلم عن أنظمة ولوائح قدامي، إنها إذا طبقت علي وعليك يا تركي فان احنا نحترمها ولا احد يتكلم. صحيح. لكن لا يجينا احنا ما نتكلم في الماضي، لان الماضي اعتقد ان الدكتور عبد الله تغير.
كان قبله يمكن واحد ثاني غير عبد الله البرقان، يمكن هذه اول سنه يمكن بعد الانتخابات. عبد الله البرقان اعتقد انه اكيد انه عنده لوائح وانظمه يمشي عليها ولا ما يتخذ القرار بالسرعة هذه. والدكتور عبد الله دائما يمكن ما تابعت البرنامج البارح من اول ما تسالته على طول بعد بدقيقتين او ثلاث دقائق غرد في تغريده، واليوم الصباح او بعد صلاه الظهر اعتقد انه اتخذ القرار انه وحول لسالم العثمان. اعتقد لجنه الاحترام ما لها دخل سالم العثمان، لان سالم اعتقد انه الاداري واجبه انه اعلنت التشكيله يوم الاثنين، واعتقد انه الاداري لابد انه يخبر اللاعبين بعد المباراه في الباص انك يا اللاعب فلان وفلان 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 تروا الحضور الساعه كذا، طيارتكم الساعه كذا، هذه خلصنا. لكن انا عبد الله من البرنامج هذا احنا كنا نطالبه وقلنا انت الافضل وكل شيء، لكن النظام اعتقد انه دائما احنا اللاعب السعودي للاسف الشديد انه الانظمه عنده يمكن ما يطبقها بحذافيره، وهذه مشكلتنا بالاحتراف. لكن انا اتمنى انه 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 الانظمه واللوائح هذه تطبق على جميع اللاعبين وليس على لاعب معين، ولا اعتقد لجنه الاحتراف او اللجان الثانيه ان تمشي وراء الاعلام او تمشي على هوى الجماهير. انت عندك انظمه ولوائح تطبقها، ما اعتقد انه يلومك احد. اولا المثير في الموضوع مش القرار، المثير في الموضوع سرعه اتخاذ القرار. صحيح بصراحه، يعني ما في شيء يقعد بعدين شيء ينحط في لجنه الانضباط، عارف جد يعني ما في بالضبط، مو زي لجنه الانضباط شيء يقعد لاسبوعين ثلاث اسابيع والناس قاعد تالف قصص وبعدين ياخذ قرارات. بصراحه ما في شيء قاعد بالدرج، الموضوع ما كمل 24 ساعه قبل ما يوصل للبرقان السالفه مد وجزر واخذ وعطى، وصلت للبرقان في اقل من 24 ساعه السالفه قضت. بس لاحظ ترى طبق النظام اللي هو يعرفه. لاحظ تركي ترى عبد الله البرقان كان لاعب هلالي، واعتقد المستفيد الاول من توقيف عبد الله عنيز اعتقد انه الهلال والاتحاد والشباب والتعاون، اعتقد ما يفكر كذا البرقان. وهذا يعني هذا اللي انا بوصله اللي سواها الموسم كله، يعني حتى فهد قبل شوي يقول انه في نصراويين امس حاطين صور للبرقان وهو شايل الكاس، انه يعني تلميح انه ترى هذا الموضوع هلالي وبيوقف لكم لاعب، وحاطين سلمان القرايني مع فيصل بن تركي للكاس الاخير بالضبط. يعني هذه اعتقد انه الاعلام والجماهير اعتقد اذا مشى وراها مسؤول مشكله. اخوي محمد الشوشره هذه والله لولا بعض الاعلام ما اخذوها بتعصب وميول من الجهتين كان والله ما توصل. موضوع يعني عادي، اللاعب حرم استبعاده من المنتخب هذا يعتبر عقوبه، واخذه للانذار هذا ترى يعتبر عقوبه. الكثير من الناس انه يتساهل انه بالانذار هذا، ترى الانذار هذا يتسجل على اللاعب، انه تصير في سجلك تصير كذا انك انت لديك عقوبه معينه، ما هي انه موضوع انه خلاص بس انذار الناس قالوا لا يحسبون انه طالع فيها بدون اي شيء. بس عبد الله مشكلته يا فهد التغريدات اللي قاعد يسويها بتويتر، المفروض انه ما 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 تسيل نفسك ولا تبرر نفسك الاشياء هذه، لانه تعرف انت ثلاث ايام من الاثنين للخميس اعتقد انه في مده، يعني اما تروح على كيفك والنادي هو المسؤول عن الجواز. اعتقد المنتخب اول ما ينضم اللاعب اعتقد انه المنتخب يطلب الجواز، لكن انا اشوف انها خطا مشترك يا محمد. انت 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 وقفت، يعني انت تعرف ان في ايقافات وتعرف ان في انديه ما لها علاقه بانديه بطوله اسيا ولديها اجازات، انت مفروض اصدرت لائحه قبل، اسماءك اللي بتطلعها واختيارك يطلع قبل يا اخي. طيب من اول ما انتهت الجوله تصدر الاسماء عندك، يعني وش اختراعه وانت عارفهم ومراقبهم وشايفهم، تخليه وتعرف انه في اجازات الناس لما اخذت الانديه اجازات ترجع. يعني موضوع عبد الله في شكك، يعني انا اقول في اخطاء مشتركه، يعني مؤتمر صاحبي طالع يوم الاثنين والمعسكر يوم الخميس، يعني في بعد السبت هذول عندهم اجازه الانديه الباقي السبت سافر. لا 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 اللاعبين، انا حكي عن اللاعبين، انا ما في عندي قائمه اوليه وقائمه ثانيه وثالثه ورابعه، لا يعني عندك انت كمدرب منتخب، وللاسف حتى مدرب المنتخب يا تركي تصريحه الاخير انه يعتذر للاعب وللنادي، اعتقد هذا ضعف من مدرب المنتخب. اما انا اعتذر ليش اعتذر؟ انا جهاز وقف لحظه محمد ترى كبر الموضوع، انا جهاز عاديه ترى وقف، انا جهاز فني انا المسؤول. اما مساله ان الاعلام أو الجماهير إني والله أعتذر، أجل أعتذر للاعبين اللي ما ضميتهم كلهم، أعتذر محمد نور، حسين عبد الغني، ياسر القحطاني، أعتذر. لكن أنت تشوف إنه مدرب المنتخب المفروض إنه ما يكون صارم وما له دخل، يكون صارم في أشياء. شوف لي، وهذا للأسف إنه بعد ضعف زكي الصالح وسلمان القريني، هذا من اختصاصه من الإبعاد هذا، يعني حتى لو الجهاز الفني يبغاه له أفضل لاعب خلب النظام
انا اجبر المدرب اني ابعده، لانه اذا رضيت العبد الله برضى للاعب الثاني والثالث والرابع، وهذه مشكله. يعني لما يصرح يقول لي اعتذر ويعتذر نادي النصر، هذا خطا نعتبره. يعني المفروض النادي النصر واللاعب هم اللي يعتذرون. محمد، في لعيبه بثلاث ايام ما يردون على المنتخب، والله انا الشطب والوقف هو اي انا معاك انا يعني هذه انت ما تخدم بلدك أول. اذا انت ما تخدم بلدك مشكله في قوانين، هذه انتهت اول، لا ما تقدر عليها الان. لا لا ما في قوانين، لا تضرر الانديه وتقدر هذيك الشطب. ما الشطب هذه انتهى، عندك نظام في انذار خطي اول، بعدين في عقوبه ماليه، بعدين 6 شهور. خدمه منتخب وبلد اختلفنا، ما له دخل بالاحتراف هذه. انا لما واحد لاعب يتعب عليه النادي ويدفع وكل شيء وهذا وياكل ويشرب على حساب النادي ورجاء منتخب، بس ما حد يقدر. كثير لعيبه اعتذروا عن المنتخبات وما قالوا شيء عن محمد، تغير الوضع اليوم. والله ما حد يقدر يوقف اي لاعب اليوم، اي ما يخالف الان، ما في احتراف. هذا نظام، نظام احسن. يعني اللاعب لو تسوي فيه زي كذا يروح يشتكيك للفيفا. من عطني لاعب سعودي شكك بالفيفا غير اللاعب الاجانب؟ ما في ولا لاعب. لا تقول لي نظام احتراف وما احتراف. عطني لاعب، وانت تشوف هذا صح؟ عطني لاعب سعودي. طيب خلهم يوقفون اللاعب الحين ونشوف. لازم تروح لجنه الاحتراف او الاتحاد السعودي. الاتحاد السعودي لا يمكن وقف لك لاعب. تاخرت رواتب. انا اقول لك يا الحين خل اتحاد القدم اليوم ايوه ومستقبلا يشطب لاعب، يصدر قرار شطب لاعب كذا من راسه، يعني ما عجبه مثلا، او والله لاعب اخطا ما راح المنتخب وطلع قرار او يغطون اخفاق خارج القانون. ايوه زين، خارج القانون ولوائح الاحتراف، وخلنا نشوف اللاعب يشتكي ولا ما يشتكي. طيب جيب لي لاعب واحد اشتكى، لاعب سعودي اشتكى للاتحاد السعودي او لجنه الاحتراف السعوديه في الفيفا. ما في احد. اعطيك التحيه. لا لا ما في احد، لا تعطيني التحيه. اعطي التحيه اذا سواها لاعب بعدين. الرواتب تتاخر، الرواتب تتاخر على 8 شهور 9 شهور، تقول لي الفيفا ما وصلنا لها الفيفا لسه. يمكن نوصل لها فاصل تصل بعد هليكوبتر القرارات ان شاء الله السنه الجايه تشوف كل شيء، ما عاد الا فيه بنوك وعلى طول اخر الشهر يستلمون ان شاء الله باذن الله. يلا خلينا نروح الفاصل، اسمحوا لنا فاصل يا شباب. الأخضر الكبير يتخطى مرحلة التصفيات نحو آسيا 2015 بامتياز، وبسجل نظيف يضع أول خطوة نحو أعز الألقاب